السلام عليكم خوتي وخواتاتي الرجويين، مرحبا بكم في القناة ديالنا الرجاء بالدارجة. إلا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة ما تنسوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس، بارتاجوا الفيديو مع الأصدقاء باش تدعمونا وشكرا لكم. وقبل ما نبدأ الأخبار ديالنا غادي نبدأ بأحسن تعليقات واللي كتحفزني باش نواصل، وشكرا لكم كاملين. والان خوتي وخواتاتي الرجويين غادي نبداو مع ابرز العناوين. بعد رحله شاقه رسميا بين مالانغو وفابريس نغوما يصلان الى المغرب. غيابات وزنه للفتح الرباطي امام الرجاء الرياضي. مدرب الفتح يتوعد بالرجاء الرياضي. حقيقة إلغاء البطولة العربية للأندية. فوزي القجع يتخذ هذا القرار للحد من إصابة بفيروس كورونا. من عودة محمود بن حليب ومحمد دويق إلى قطر. والآن غادي نبداو الأخبار ديالنا مع أول خبر، غيابات وزنة للفتح أمام الرجاء الرياضي. سيكون نادي الفتح الرياضي لكرة القدم محروما من خدمات كل من أيوب سكوما ونوفل الزرهوني في المباراة التي سيواجه فيها غدا الأربعاء الرجاء الرياضي، وذلك على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة 23 من البطولة الاحترافية للدرجة الأولى. ويعود غياب سكوما إلى الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الأخيرة التي خاضها فريقه ضد نهضة الزمامرة والتي انتهت بهدف لهدف، فيما سيغيب نوفل الزرهوني بسبب حصوله على الإنذار الرابع خلال المباراة ذاتها التي أقيمت برسم الجولة 22. وللتذكير فإن اللاعب نوفل الزرهوني ابن مدرسة الرجاء الرياضي. والآن مع الخبر التالي، مدرب الفتح يتوعد بالرجاء. أكد مصطفى الخلفي مدرب فريق الفتح الرياضي أنه طوى صفحة مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة الزمامرة برسم الدورة 22 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وقال مدرب الفتح الرياضي أنه سيبدأ التحضير للمباراة المقبلة أمام الرجاء الرياضي، إذ سيعمل على تصحيح بعض الأخطاء التي سجلت خلال مباراة فريقه أمام نهضة الزمامرة. ووصف المدرب الخلفي تعادل فريقه أمام مضيفه نهضة الزمامرة بتعادل الشمتة بعدما استقبلت مرمى الفتح الرباطي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، مؤكدا أن التركيز خان لاعبيه في اللحظات الأخيرة من المواجهة، مؤكدا أن إصابة لاعبين أساسيين في الفريق بعثر أوراقه وجعله يخسر نقطتين مهمتين في سباق التنافس على المراكز الأولى على سبورة الترتيب العام. وللتذكير فإن فريق الفتح الرباطي سيستقبل نظيره الرجاء المتصدر سبورة الترتيب العام برصيد 43 نقطة في المباراة المقبلة، وهي قمة مباريات الجولة 23 من الدوري الاحترافي. بعد رحلة شاقة رسميا بين مالانغو وفابريس نغوما بالمغرب، يحل يوم الثلاثاء الثنائي الكونغولي المكون من فابريس نغوما وبيل مالانغو بالمغرب بعد غياب طويل عن فريق الرجاء، وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا. وغادر نغوما وبيل مالانغو بلادهما الكونغو الديمقراطية نحو إثيوبيا قبل أن يحط الرحال بالكوت ديفوار، ومن بعد ذلك في المغرب. وسينضم الثنائي الكونغولي إلى التدريبات الرجاء الرياضي انطلاقا من يوم الخميس المقبل، على أن يكون جاهزين للمشاركة في المباريات انطلاقا من شهر شتنبر المقبل. ويسعى فريق الرجاء الرياضي الاستفادة من خدمة محترفيه الإفريقيين خلال المواجهتين القويتين أمام الزمالك المصري ضمن منافسة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى الإسماعيلي المصري في كأس محمد السادس للأندية البطالة. فوزي القجع يتخذ هذا القرار للحد من إصابة بفيروس كورونا. عقد فوزي القجع
رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اجتماعا زوال يوم الثلاثاء مع الأندية الوطنية، وذلك بعدما تزايدت حالة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف أندية الدوري الاحترافي. وذكرت مجموعة من المصادر القريبة من محيط الجامعة أن القجع قرر إلزام الأندية بالدخول في معسكرات مغلقة بالفنادق، وذلك لتفادي حالة الإصابة بالفيروس التاجي. وتابعت نفس المصادر أن رئيس الجامعة قرر وضع جميع الأطر الطبية لجامعة الكرة رهن إشارة الأندية، كما دعا إلى احترام التدابير المعمول بها في هذه الحالة. وتجدر الإشارة إلى أن حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد تزايدت في صفوف أندية الدوري الاحترافي في قسميه الأول والقسم الثاني. حقيقة إلغاء البطولة العربية للأندية. بعدما تداولت مجموعة من الأخبار تفيد إلغاء البطولة العربية، نفى رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم خبر إلغاء مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وكشف رئيس الاتحاد العربي في خلال مداخلته بإحدى البرامج التلفزيونية العربية أن التأجيل جاء بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم بأسره، وأن هذه الأزمة أربكت كرة القدم على مستوى العالم. وقال نفس المتحدث أن مسابقة كأس محمد السادس قد بلغت الدور النصف النهائي، ولم يتم تحديد موعد استئناف المسابقة حتى الآن نظرا لعدم وضوح الرؤية وازدحام أجندة أندية المربع الذهبي، لكن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات مرتقبة. وقال نفس المتحدث إن مسابقة كأس محمد السادس قد بلغت الدور النصف النهائي ولم يتم تحديد موعد استئناف المسابقة حتى الآن نظرا لعدم وضوح الرؤية وازدحام أجندة أندية المربع الذهبي، لكن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات مرتقبة. وأضاف تركي بن خالد أن البطولة لن تلغى إطلاقا، ولكن هناك العديد من الخيارات المطروحة على طاولة الاتحاد العربي سيدرسها من أجل استكمال منافسة نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية والتي توقفت بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المرتقب أن يلعب إياب نصف النهائي بين الرجاء الرياضي والإسماعيلي المصري كما هو مقرر في المغرب، واعتماد نتيجة الذهاب التي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف على أن يلغى الذهاب والإياب التي تجمع الناديين السعوديين الشباب والاتحاد، وتكون من مباراة فاصلة على أن تجرى في المغرب أيضا. منع عودة بن حليب والدويك إلى قطر. يستأنف محمد بن حليب ومحمد دويك لاعبي الرجاء بداية الأسبوع الجاري تداربهما مع المجموعة. وذكرت إحدى الجرائد أن الأزمة المالية التي يعانيها فريقهما حرمتهما من العودة إلى قطر للإطمئنان على حالتهما الصحية إثر العملية الجراحية التي خضع إليها هناك. واكتفى الرجاء الرياضي بعرضهما على مختص بالدار البيضاء للترخيص لهما باستئناف التدريب مع المجموعة. وذكر المصدر ذاته أن حالة بن حليب أفضل من حالة الدويك، وسيشركه المدرب جمال السلامي في تدارب المجموعة. والآن خوتي وخواتاتي انتهينا من فقرة أخبار الرجاء الرياضي. إلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بالإعجاب به والاشتراك في القناة وتبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا. وشكرا لكم، إلى فيديو آخر إن شاء الله.